بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا مرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل إبراهيم عبد الله مقيم بالرياض يقول: أولا لدي مجموعة من الأسئلة أرجو أن تقوموا بعرضها على فضيلة الشيخ صالح. سؤال الأول عن رفع اليدين، مواضع رفع اليدين عند التكبيرات مأجورين، متى ترفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة سنة مؤكدة، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث إذا قام من الركوع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، وهذا الأخير فيه خلاف. أما المواضع الثلاثة الأولى فإن رفع اليدين فيها متأكد بثبوت الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل إبراهيم فضيلة الشيخ يقول: كيف تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل؟ تكون خالصة لوجه الله عز وجل إذا خلصت من الشرك، إذا خلصت نية صاحبها من الشرك الأكبر، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، ومن الشرك الأصغر كالرياء والسمعة. فإذا خلت من الشرك الأكبر والأصغر صارت خالصة لوجه الله، يعني يكون مقصود العبد وجه الله عز وجل، لا يكون له قصد آخر أو يتخذ مع الله إلها آخر يدعوه ويرجوه ويذبح له وينذر له. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله ألف ألف من المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان صوت الإمام ضعيفا في الصلاة فهل يسن أن يقوم أحد الأشخاص أو المأمومين بتبليغ الصوت؟ نعم، إذا احتاج إلى تبليغ تكبير لأن صوت الإمام لا يبلغ الصفوف المؤخرة، إذا كان يصلي خلفه صفوف كثيرة وليس هناك مكبر صوت، فإنه يشرع اتخاذ المبلغ للحاجة إلى ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما خرج إلى الصحابة وهم يصلون الفجر، فجلس عن يسار أبي بكر وهو يصلي بهم، بدأ بهم الصلاة، جلس مجلس الإمام عن يسار أبي بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الركوع والسجود، ويكبر أبو بكر يبلغ الناس، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف، فصار أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكبر بتكبيره، والصحابة يقتدون بأبي بكر لأنه مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دل على أنه إذا احتاج إلى التبليغ في الصلاة كثرة الصفوف ولعدم سماع المتأخرين من الصفوف بصوت الإمام
أن هذا مشروع. جزاكم الله خيرا. له سؤال الحقيقة يقول: الصدى في بعض الميكروفونات التي توجد في المساجد فضيلة الشيخ تشوش على بعض المصلين، فما رأيكم فيها؟ في الحقيقة أن مكبرات الصوت أن فيها منفعة عظيمة، لأنها تبلغ المصلين التكبير وتبلغهم قراءة الإمام مهما كثرت الصفوف، فهي نعمة من الله عز وجل إذا استخدمت بضوابط. لكن بعض الأئمة هداهم الله يبالغون في استعمال الميكروفونات مبالغة لا داعي لها، وذلك بأنه يضع فمه في آخذة أو في لاقطة الميكروفون يقرب منه، أو حتى بعضهم ينحني عليه أو يلتفت إليه إذا كان إلى جنبه ويضع فمه فيه، فيرتفع الصوت ارتفاعا خارجا عن الحاجة وزائدا عن الحاجة، فيشوش على المأمومين ويشق عليهم، لأنه إذا تضخم الصوت فإنه يؤثر على أسماعهم وأيضا يشوش عليهم. فينبغي أن يكون استخدام مكبر الصوت بقدر الحاجة ولا يزاد على الحاجة، ويكون من باب المباهات. وبعضهم يفتح سماعات أو أبواق الميكروفون على الشوارع وعلى البيوت المجاورة، فيشوش على الناس بصوته، وربما يكون هناك مسجد قريب منه، فيشوش على المصلين في المساجد الأخرى المجاورة، ولا داعي إلى هذا، لأن المطلوب منه أن يسمع المأمومين. أما أن يسمع الشوارع ويسمع البيوت ويشوش على المساجد الأخرى، فهذا أمر ممنوع شرعا ولا يجوز. وأيضا بعضهم يضيف إلى الميكروفون يضيف إليه شيء يسمى بالصدى، يزيد في صوته ويحصل منه ترداد للصوت وتكرار للصوت، بعد ما يصوت الإمام يصير هناك صوت آخر صدى، فهذا مما لا داعي له، وهو يشوش على المأمومين ويشق عليهم. الواجب ترك هذه الأمور واستخدام مكبر الصوت بقدر الحاجة وبقدر ما يسمع المأمومين، من غير أن يكون هناك زيادة في الصوت أو زيادة أو وضع صدى أو غير ذلك من ما لا داعي له أو ما فيه أضرار على الناس. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ صالح على هذا التوجيه. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول السائل: ألف ألف من الباحة، هل جاء هذا الحديث بهذا المعنى ومتى تصلى؟ لا، ركعة الفجر سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. وما جاء في السؤال من أنهن خير من الدنيا وما فيها جاء بمعناه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل من الباحة ألف ألف: فضيلة الشيخ، السفر للتعزية متى يجب؟ وهل يكفي التليفون في التعزية؟ التعزية حسب الاستطاعة، التعزية مستحبة وهي حسب الاستطاعة. إن استطاع أن يذهب إلى المصاب ويعزيه إذا كان في البلد، أو إذا لقيه في المسجد أو في الشارع أو في المتجر أو في المكتب مكتب العمل، فإنه يعزيه. أما إذا كان بعيدا عن البلد فإنه يكتفي بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة أو بغير ذلك من الوسائل التي تنقل التعزية إلى المصاب. على كل حال هي سنة ليست واجبة. نعم. يقول: إذا مر أكثر من 4 أيام على المتوفى هل نعزي شيء؟ العلماء حددوها ب3 أيام، وعللوا ذلك بأنه بعد الثلاثة ينسى المصيبة، فإذا عزي يتذكرها. نعم. جزاكم الله خير. أيضا يقول: ما القول في التعزية في الكلمات والتقبيل والمصافحة، هل ورد فيها شيء؟ التقبيل والمصافحة لا أصل له في التعزية، ولكن
بالكلمات، يعني يقول أحسن الله عزاك، جبر الله مصيبتك وغفر لميتك. لكن المصافحة يعني عند اللقاء، إذا كان القصد أن يصافحه عند اللقاء فهذا مستحب في التعزية وغيرها، إذا لقي أخاه يصافحه. يعني السائلة هم أنس فضيلة الشيخ، تقول لكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع للإسلام والمسلمين في هذا البرنامج، وأرجو أن تبينوا لنا الأحق بالحضانة على الترتيب. هذا باب واسع ومذكور في باب الحضانة في كتب الفقه. الأحق بها الأم، إذا لم تتزوج فالأحق بها الأم، ثم أمهاتها قربة فالقربة، ثم أمهات الأب الأقرب فالأقرب، لأنهن أمهات، يعني أم الأب وأم أبي الأب إلى آخره، ثم الأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم. فالحضانة تكون للنساء لأنهن أشفق على المولود وأدرى بما يحتاج إليه من النظافة ومن التنويم في فراشه ومن إعطائه المتاع قدر حاجته. فالنساء ألطف في هذا وأرق في الطفل. وإذا صارت الحضانة إلى رجل كالأب أو الجد فإنه يعهد بها إلى امرأة، يعهد بها إلى امرأة تشفق على الطفل وتقوم بالحضانة على الوجه المطلوب، فهي للنساء أصالة. وإذا آلت إلى رجل فإنه يعهد بها إلى امرأة فيها كفاية للطفل. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أم أنس تقول بالنسبة لخطبة الاستسقاء، هل هي خطبة واحدة أم خطبتين؟ الاستسقاء له خطبة واحدة، يفتتحها بحمد الله والثناء عليه، الشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، هذا هو المذهب أنه يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ثم يحمد الله ويثني عليه ويأتي بالشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بطلب الغيث، طلب السقيا، الأدعية الواردة، ويجتهد في ذلك. والمأمومون يؤمنون على دعائه ويرفع يديه، يرفع يديه بالدعاء حال خطبة الاستسقاء، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون على دعائه. نعم. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لتحويل الرداء يكون قبل الخطبة أم بعدها؟ تحويل الرداء بعد نهاية الخطبة. إذا حول الإمام رداءه فإن المأمومين يحولون أرضيتهم ويدعون الله استقبل القبلة. نعم. هذا يشمل النساء والرجال؟ نعم، يشمل الرجال، أما النساء فلا أعلم أنها تحول، إنما على الرجال. أما الدعاء يشمل الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن الآية الكريمة في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، يقول ما المقصود بالخيرات هنا؟ عموم الطاعات، المقصود بالخيرات عموم الطاعات من واجبة ومستحبة. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذا حث على المبادرة بالطاعات لأنها تفوت، لأنها تفوت على الإنسان. فإذا تمكن الإنسان من الطاعة فإنه يبادر إليها ولا يؤجلها، لأنه ربما لا يتمكن منها فيما بعد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم عبد الله من القصيم بريدة تقول بعض الناس يضع يديه بين ركبتيه عند الركوع، هل هذه صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا التطبيق هو منهي عنه، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. المصلي إذا ركع يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويفرج أصابعه، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ إذا جمعت 4 ركعات في سلام واحد في صلاة الليل هل هذا جائز؟ هذا غير مستحب، هذا غير مستحب. صلاة يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم بواحدة فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة توتر له ما صلى. صلاة الليل مثنى مثنى،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد ويسلم من كل ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، الوقوف عند آيات الرحمة والعذاب هل هو خاص في النفل دون الفرض؟ نعم، هو ورد في النافلة، فيفعل في النافلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولم يرد أنه كان يفعله في الفرض، فيقتصر على ما ورد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله من الخارج يقول: عندي مبلغ كبير جدا وأريد أن أصرف هذا المبلغ في بناء مسجد، هل يجوز أن نصرف الزكاة في بناء مساجد في ذلك؟ لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمشاريع كإصلاح الطرق وبناء المدارس والأربطة، بل الزكاة حدد الله مصاريفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. فيقتصر على ما حصر الله صرف الزكاة فيه، وهو هذه المصارف الثمانية. وأما الأعمال الخيرية الأخرى والمشاريع الخيرية كبناء المساجد وغيرها، فهذه تقام من التبرعات ومن صدقات التطوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو هيثم من مكة يقول: إخوتي تاركين للصلاة، فقمت بنصحهم ولم يكن ذلك جهلا منهم في حكمها بل تهاونا وتعمدا، فهجرتهم في الله، ولكن والدي يسمي ذلك قطع للأرحام وأن هذا لا يجوز لي، فبماذا ترشدون الجميع مأجورين؟ نعم، تارك الصلاة متعمدا يكون كافرا إذا تركوا الصلاة متعمدين لتركها وأصروا على ذلك ولم يتوبوا، فإنهم يكونون كفارا على الصحيح ولو لم يجحدوا وجوبا. والكافر لا تجوز مودته ولا السلام عليه، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وليس هذا من قطيعة الرحم، بل هذا من الحب في الله والبغض في الله، وهو أوثق عرى الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قول سماحة فضيلة الشيخ: علمت أن الصحابة تركوا السكنى في مكة خشية الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المسجد الحرام كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال فإنه يسمى بالمسجد الحرام ويسمى بالحرم. توعد الله من هم بمعصية فيه، فكيف إذا فعل المعصية فلا مواشد. وأما أن الصحابة كانوا يتركون سكن مكة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحابة لم يتركوا سكن مكة، كانوا يسكنونها مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ترك المعاصي والذنوب. إنما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا سكن الطائف رضي الله عنه، يروى هذا عن ابن عباس، وهذا اجتهاد منه. ولكن سكن الحرم هذه فيها فضل عظيم، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وفي الحرم المدينة في المسجد النبوي خاصة، في المسجد النبوي لا في حرم المدينة كله، ولكن في المسجد النبوي صلاة الواحدة عن 1,000 صلاة. فكون الإنسان يسكن في مكة أو في المدينة ويصلي في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحصل على هذا الفضل، هذا خير كثير. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السائل صاد ميم الشهري من حفر الباطن يقول: ما رأيكم عند بداية الأكل في بعض الإخوة يقولون: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، ما صحت هذه التسمية؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله عند الأكل، يقول بسم الله عند الأكل ويحمد الله ويثني عليه إذا انتهى من الأكل، فيبدأ بسم الله وينتهي بالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إبراهيم عبد الله مقيم بالرياض يقول: أسأل عن معنى مبشرات النبوة، يقول ماذا يدخل فيها؟
فهي مبشرات النبوة، المبشرات وهي الرؤى الصالحة، الرؤى الصالحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمبشرات، مبشرات بالخير. نعم شيخ. أما النبوة فإنها لا تحصل إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول ما رأيكم في الكتب التي تعبر عن الرؤى؟ غير صحيحة، يعني أنه يتخذ كتاب مثل ما ينسب إلى ابن سيرين ومثل ما المؤلف المنسوب إلى عبد الغني النابلسي، فهذه لا يعتمد عليها في تعبير الرؤى، لأن تعبير الرؤى ليس ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإنما تعبير الرؤيا اجتهاد من المعبر وفراسة من المعبر، قد يصيب فيها وقد يخطئ، فلا يعتمد على ما في الكتب التي فيها تعبير الرؤيا، لأن الرؤى تختلف والأشخاص يختلفون والمناسبات تختلف. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بميم عين ميم، يقول كنا جماعة مسافرين في يوم جمعة من بلد إلى بلد، وقد وصلنا قبل صلاة الجمعة، فالبعض ذهب وصلى الجمعة والبعض الآخر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فما الحكم في هذا والصواب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان القصد من قوله لما وصلنا يعني وصلوا إلى بلدهم بلد الإقامة، فالسفر قد انتهى، فيجب عليهم صلاة الجمعة، لا يجوز لهم تركها لأن السفر قد انتهى. أما إذا كانوا قادموا على بلد غير بلد إقامتهم وإنما وبلد في أثناء سفرهم مروا به، فلا يجب عليهم حضور الجمعة، لأن الجمعة لا تجب على المسافر، فهم مخيرون بين أن يصلوا مع المسلمين صلاة الجمعة وتكفيهم عن الظهر وهذا أحسن، وبين أن يصلوها صلاة مسافرين صلاة ظهر يقصرونها ويجمعون معها العصر إذا كانوا جادا بهم السير ولم يقيموا في هذا البلد الذي في طريقهم، إنما هم نزلوا للراحة فقط ثم يواصلون السفر، فلهم أن يجمعوا ويقصروا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل خالد عبد الله من المنطقة الشرقية يقول ما رأي فضيلتكم في قول من يقول بأن الإمام في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد؟ هذا هو ظاهر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فهذا يدل على أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقتصرون على قول ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم، كل يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره. نعم. يقول لو غير الصيغة فضيلة الشيخ، لو أتى بصيغة غير هذه الصيغة كأن يقول سمع الله لمن شكره، لا يجوز هذا ولا يجزي، هذا لا يجزي، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز تغييرها، ولو غيرها لم يكن آتيا بالواجب، كانت صلاته ناقصة. نعم. أحسن الله. إذا تعمد هذا بطلت صلاته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك.